شباب وشابات الصف الثاني الثانوي، اهلا وسهلا بيكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هنعرض مع بعض مواقف الدرس الثاني، لكن قبل ما نعرض المواقف هنحل الواجب القديم. السؤال الاول كان بيقول نقط لا ري مارشي ولا تورني ولا ترافيرسي ولا الي. هتلاحظ ان كلهم متصرفين في صيغة الامر مع الضمير فو، ولكن ايه اللي ينفع مع كلمة لا ري؟ مارشي يعني امشي الشارع، ولا تغني يعني لف الشارع، ولا ترافيرسي اعبر الشارع، ولا الي يعني اذهب الشارع. الاربع افعال دول فعل واحد منهم بس هو اللي ينفع، وهو ترافيرسي لا ري يعني اعبر الشارع، يعني بتكون من على الناحيه اليمين بتعدي للناحيه الشمال، او من الناحيه الشمال بتعدي للناحيه اليمين. انت كده ترافيرسي يعني بتعبر. السؤال الثاني نقط الي اوزو، هتختار الإجابة الرابعة اللي هي بور، بور اللي أوزو. لما بتسأل عن طريق فبتختار كلمة بور وألي وبعدها المكان اللي انت عايزه. السؤال الثالث نقط أجوش يعني ايه ناحية الشمال؟ طبعا هي لف شمال. لف شمال اللي هي ايه؟ تغني. تغني الإجابة الثانية. السؤال الرابع نقط تو دغوا، تو دغوا يعني ايه؟ تو دغوا طوالي او مباشر، فهي برون ولا مارش ولا مارش ولا ترافيرسي. هي مارش الإجابة الثالثة بمعنى امشي طوالي. مارش الإجابة الثانية هي فعل مضارع مش فعل امر لان اخرها حرف الاس. السؤال الخامس كومون نقط على بيسين، كومون طبعا هتختار الي الإجابة الأخيرة، لأن بعد كومون يأتي الفعل ألي في المصدر لما تكون بتسأل عن خط السير. السؤال السادس نقط سيلفو بلي، فهتختار إيه؟ طبعا هتختار مكان علشان تقول بعده سيلفو بلي، هتختار كلمة لاجار الإجابة الأولى يعني المحطة لو سمحت، يعني عايز أروح المحطة لو سمحت. السؤال السابع نقط ألي أو بارك سيلفو بلي، فهتختار كلمة كومون، كومون اللي وبارك يعني كيف الذهاب إلى البارك. السؤال الثامن نقط لا تخوازيام رو أغوش، الشارع الثالث على اليسار، فهتختار كلمة إيه؟ هتختار برون الإجابة الأولى، خذ الشارع الثالث على اليسار. تمام يا شباب، كده بقى ندخل على المواقف. الموقف الأول بيقول pour demander et d'écrire l'itinéraire à quelqu'un، يعني للسؤال عن خط السير ووصفه. هتقول ايه لما تيجي تسال يعني عن حاجه؟ او اي لا بوست سيل فو بلي، اين تكون البوسطه لو سمحت؟ pour aller à la poste s'il vous plaît، يعني للذهاب الى البوسطه لو سمحت، او comment aller à la poste s'il vous plaît، كيف الذهاب للبوسطه لو سمحت؟ الاجابات لا بوست et à côté du parc، البوسطة بجوار المنتزه. تورني على دوزيام رو ا دروات، لف على الشارع الثاني على اليمين. بروني لا بروميير رو ا دروات et après تورني ا غوش، يعني خذ الشارع الاول على اليمين وبعد كده لف شمال. الموقف السؤال اللي بعده للسؤال عن جدول المواعيد، هتقول ايه؟ كيل ايه تون امبلوا دو تون، ما هو جدول مواعيدك؟ تون امبلوا دو تون سي كوا، يعني جدول مواعيدك ما هو؟ الاجابه فوندردي ماتان يوم الجمعه صباحا، جو في او كلوب بذهب الى النادي، لابخي ميدي بعد الظهر، جو في او بارك انا بذهب الى المنتزه، لو سوار جو في او سينما في المساء بذهب الى السينما. السؤال اللي بعده للسؤال عن مكان النشاط، فبتقول ايه؟ او تو فا بور بروندر لو تران، يعني أين تذهب لكي تأخذ القطار؟ الإجابة جو في ألا دا، أنا بذهب إلى المحطة. مواقف وإجابات متنوعة. السؤال الأول بيقول tu demandes à ton ami ses projets pendant les vacances، أنت بتسأل صديقك عن مشاريعه أو أهدافه أثناء الأجازات. tu dis، أنت تقول، بتقول إيه بقى؟ qu'est-ce que tu fais pendant les vacances، ماذا تفعل أثناء الأجازات؟ أو où passes-tu les vacances، أين تقضي الأجازات؟ أو quels sont tes projets pendant les vacances، ما أهدافك أو مشاريعك أثناء الأجازات؟ السؤال الثاني tu demandes à ton ami ses projets du week-end،
انت بتسال صديقك عن البروجي، عن المشاريع اللي في الويك اند، في اجازه نهايه الاسبوع الدي. هو بقى هيقول لك ايه؟ جو في استاد افيك ميزامي، انا اذهب الى الاستاد مع اصدقائي. او جو بارتيسيب ا اون فيت ديغيزي، انا شارك في حفله تنكريه. او جو فيزيت مي غران بارون، انا هزور اجدادي. السؤال الثالث، بور بارلي دو تا بوزيسيون دون لا كورس، لكي تتكلم عن موقعك في السباق. تدي هتقول ايه بقى؟ جو سوي لو بروميي، انا بكون الاول. جو سوي لو ديرنيي، انا بكون الاخير. جو سوي لو دوزيام، انا بكون الثاني. السؤال الرابع، ton ami te demande pourquoi tu vas à la bibliothèque. صديقك بيسألك لماذا تذهب إلى المكتبة. tu dis، أنت تقول. pour lire des romans، لكي أقرأ روايات. pour faire des recherches، لكي أعمل أبحاث. pour emprunter un livre، لكي أستعير كتابا. خلي بالك كلمة emprunter يعني تستعير. سؤال خامس، tu présentes des conseils à ton petit frère pour traverser la rue. أنت بتقدم نصائح لأخوك الصغير لكي تعبر أو لكي يعبر الشارع. تدي، أنت تقول. attends le feu vert، انتظر الإشارة الخضراء. fais attention aux voitures، يعني انتبه للسيارات. regarde à droite et à gauche avant de traverser، يعني شاهد أو انظر على اليمين وعلى الشمال قبل العبور. traverse la rue au feu vert، يعني اعبر الشارع في او اثناء الاشاره الخضراء. marche sur le passage piéton، امشي على ممر المشاة. السؤال اللي بعده، tu demandes à un piéton، انت بتطلب لواحد مر او ماشي، بتقول له ايه؟ où se trouve la gare، اين تكون المحطه؟ اين تكون المحطه؟ il dit، هو هيقول. marche tout droit، امشي طوالي. traverse le rond-point، اعبر نقطة الدوران. tourne à gauche، يعني لف شمال. السؤال الثامن، ton ami veut aller à la poste، صديقك يريد الذهاب إلى البوسطة. il dit، هو هيقول ايه؟ où se trouve la poste، أين تكون البوسطة، أو comment aller à la poste، كيف الذهاب إلى البوسطة. السؤال اللي بعده، tu demandes à ton ami pourquoi tu vas او موزي، لماذا تذهب الى المتحف. il dit، هو هيقول. pour voir les œuvres d'art، لكي ارى الاعمال الفنيه. œuvres d'art يعني الاعمال الفنيه. او pour regarder des tableaux ou des sculptures، يعني لكي اشاهد طابلوهات او لوحات يعني وتماثيل. بالنسبه للايميلات، سالو، quel est ton emploi du temps le jeudi matin، ما هو جدول مواعيدك يوم الخميس صباحا. لابخي ميدي، بعد الظهر، وكمان لو سوار، في المساء. شوف بقى هو هيقول لي ايه. سالو، لو ماتان جو في او كلوب، في الصباح انا بذهب الى النادي. لابخي ميدي جو في او سينما، بعد الظهر بذهب الى السينما. لو سوار جو في ا اون فيت ديغيزي، في المساء بذهب الى حفله تنكريه. الايميل اللي بعده، بونجور او تو فا الويكند، اين تذهب الويكند. À quelle heure vas-tu à la bibliothèque؟ في أي ساعة تذهب أنت إلى البيبليوتيك، المكتبة؟ Et pourquoi؟ ولماذا؟ فرد، بونجور، je vais à la bibliothèque. يبقى أين تذهب في أجازة نهاية الأسبوع؟ بذهب إلى المكتبة. طيب، الساعة كام بتذهب إلى المكتبة؟ À midi، الساعة 12 الظهر، je vais à la bibliothèque، بذهب إلى المكتبة. طب ليه؟ لماذا؟ pour lire des BD et des romans، لكي اقرا قصص مصوره وروايات. بالنسبه للمواضيع، quel est ton emploi du temps pendant le weekend، يعني ما هو جدول مواعيدك اثناء اجازه الاسبوع. والكلمات المتاحه، lieu، مكان، واكتيفيتي، نشاط. طيب تعال نشوف جدول مواعيدك في يوم الاجازه. هنختار هنا يوم السبت، فبيقول samedi après midi، السبت بعد الظهر. je vais au club pour jouer au foot، بذهب الى النادي لألعب كوره. طب samedi soir، سبت مساء. je vais au restaurant pour dîner، بذهب الى المطعم لكي اتعشى. طب dimanche، يوم الاحد. je vais à la piscine pour faire de la natation، لكي امارس السباحه. طب le soir، je vais au cinéma pour regarder un film، انا بذهب الى السينما لكي اشاهد فيلم. بالنسبه للموضوع الاخير، بيقول لك اكري ان كوريي pour décrire l'itinéraire à tes amis français pour venir chez toi pour célébrer ton anniversaire، يعني اكتب
مراسلة لوصف خط السير لأصدقائك الفرنسيين لكي يأتوا عندك في منزلك للاحتفال بعيد ميلادك. الكلمات المساعدة الجور اليوم والإتينيري خط السير. شوف هو بيقول لهن سالو Je vous invite à la fête de mon anniversaire. انا ادعوكم لحفله عيد ميلادي. C'est vendredi prochain à 8h. انها يوم الجمعه القادم الساعه 8. Pour venir chez moi, لكي تاتوا عندي, descendez à la station حلوان. انزلوا محطه حلوان. Puis, ثم prenez la deuxième rue à droite. خذوا الشارع الثاني على اليمين. À la fin de cette rue, في نهاية هذا الشارع, tournez à gauche. احودوا شمال. Vous trouvez ma maison à côté de la banque. يعني سوف تجدوا أو هتجدوا منزلي بجوار البنك. وبكده نكون خلصنا مواقف وإيميلات ومواضيع الدرس الثاني. ما تنسوش يا سنة تانية تعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو عشان يوصل لكل أصدقائكم, ونتقابل في الفيديو اللي جاي مع تدريبات مكثفة على الدرس التاني. تحياتي لكم, أشوفكم في الفيديو القادم, والسلام.